في رقية الرضيع، رقية الرضيع، الرضيع مشكلة، الرضيع رقية الرضيع الحمد لله موجودة، سهلة سهلة بسيطة. بغيت نعطيك الوصفة اللي عندي، نعطيك الوصفة ونزيد نقول لك واش تقراي عليه. سهلة سهلة بسيطة ميسرة بإذن الله عز وجل. أشياء تحفظينها وتقرأينها دائما. ضعي الرضيع الطفل الصغير، ضعي هذه الأصابع، ماشي هذا الصبع، هذا السبابة مع هذه في رأسه هكذا، وضعي يدك اليسرى إن شاء الله وراء رأسه هكذا، واقرأي عليه الفاتحة والمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي كرريها 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات، واقرأي عليه جزء من سورة النور، الله نور السماوات والأرض، وقولي هذه الأذكار: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، وقولي له: أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هذه كلها كررها 3 مرات، قولي له: أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق وبرأ وذرأ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، أسأل الله العظيم أن يحفظك، أسأل الله العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم أن يرعاك، ولكن أفضل شيء لرقية الرضيع قومي بهذا العمل، وهذا العمل نافع وجيد وهو الأصل في كل شيء، ولكن عن تجربتي خذي حبة حلاوة، حبة حلاوة، حبة حلاوة، تعرفون حبة حلاوة؟ معك سميت حبة حلاوة معروفة عندنا الحمد لله رب العالمين، حبة حلاوة والنافع، النافع وحبة حلاوة، واحد 50 غرام حبة حلاوة و50 غرام ديال النافع تطحن في الخلاط اللي كيخلطهم، داك الخلاط الصغير اللي كيكون في مولينيكس ماشي الكبير، حتى تولي غبرة، واضح؟ وشدي واحد نصف لتر من الحليب، وهذه تمزج مع بعضها النافع وحبة حلاوة، تمزج لما تطحن تمزج مع بعضها 50 غرام زائد 50 غرام يساوي 100 غرام، تطحن تولي مثل الغبرة، واضح؟ تصبح مثل الغبرة وتكون خلطة بإذن الله عز وجل. نصف لتر حليب يوميا، نصف لتر حليب بإذن الله عز وجل يكون يوضع في الغلاي، في الغلاي اللي كيغلي يعني يسخن يطيب، وملعقة صغيرة من هذا المكون تكون عامره، ملعقه صغيره ماشي ملعقه كبيره، بين الملعقه الصغيره والكبيره، يعني ملعقه صغيره تكون مملوءه للاخر باذن الله، مع هذا النصف لتر حليب، ونصف لتر الحليب قبل ان يوضع في قبل ان يطبخ يرقى، واضح؟ قبل ان يطبخ يرقى، ركزوا جيدا، قبل ان يطبخ يرقى، الرقيه التي يرقى قبل الطبخ تكون رقيه بسيطه، الفاتحه، المعوذات، آية الكرسي، مثل هذه الآيات التي ذكرت تقرا على الرضيع، يطبخ وتوضع مع هذه المكونات تطبخ معه، وبعد الانتهاء تحيديه من البوطه يعني من النار، تخليه يبرد يصبح بارد، ومرة أخرى تمسكيه بإذن الله عز وجل، وتكثري من قولي آيات الحفظ: وحفظا من كل شيطان مارد، وربك على كل شيء حفيظ، وأعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم وكل عين لامة. كثري من هذه الأشياء، من ذكرها آيات السحر، الدعاء، الدعاء، كثير من الدعاء: سأل الله أن يحفظك، سأل الله أن يرعاك، سأل الله أن يشفيك، سأل الله أن يحميك، عوذيه من شر الأعين والحسد والأنفس الخبيثة، واشربي ذاك الحليب، ويكون إن شاء الله بإذن الله عز وجل يمر بإذن الله عز وجل للرضيع حين الرضاعة، بإذن الله عز وجل يأخذه منك، من ثديك بإذن الله عز وجل يأخذ ذاك هذا المحلول بإذن الله عز وجل، وينفعه بإذن الله عز وجل. أخي محمد، عندي أمي مريضة، لما أقرأ عليها ترتعش